الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من كلام في الميديا. الاهلي النهارده بيختتم استعداداته لمواجهه المقاولين العرب في الجوله 16 من الدوري المصري ممتاز. بكره ان شاء الله المباراه دي هتكون باذن الله الساعه 7 مساء على ملعب السلام. اكيد طبعا المباراه دي ليها اهميه خاصه لان توقيتها جاي طبعا بعد خروج النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا وكمان من كاس زايد او البطوله العربيه. في اهتمام كبير جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده كابتن محمد يوسف مدير طبعا الفني المؤقت للنادي الاهلي، واللي قال ان المباراه دي مهمه جدا في المرحله الحاليه وانه بيتمنى ان الفريق يصالح الجمهور بيها ويحقق الفوز باداء جيد ويبدا مرحله جديده جدا ويستعد طبعا فيها ان هو يرجع مره ثانيه الفريق بريقه ووضعه ومكانته الطبيعيه في الكوره المصريه. بالتاكيد طبعا هنناقش الكلام ده كله واخبار ثانيه كتير خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده هيكون الاستاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، وكمان هنبتدي معاكم كالعاده باهم العناوين. الأهلي يختتم استعداده لمواجهة المقاولون العرب. عبد الحفيظ مباراة المقاولون العرب في مقدمة اهتمامات الأهلي. تدريبات خاصة لمؤمن زكريا تحت إشراف عادل مصطفى. معلول لا يجري إشاعة جديدة للإطمئنان على إصابته في الضمة. 35,000 جنيه مكافأة الفوز للاعب المنتخب خارج الأرض. شوبير من الصعب تطبيق تقنية الفار هذا الموسم أو القادم. صلاح يحصد جائزة محمد بن راشد للرياضي العربي المتميز. ودلوقتي هنبتدي معاكم بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام غياب الشناوي يزيد أوجاع الأهلي قبل مواجهة المقاولون ويوسف يستقر على التشكيل الإجباري. دفع الشرط الجزائي لكارترون والمدرب الجديد أول ديسمبر. الوفد الإصابات تضرب الفريق بقوة وعبد الحفيظ يبدأ مفاوضات تمديد عقد أزارو. الأخبار المسائي أزارو يسابق الزمن، يوسف يعلن الطوارئ في الأهلي ويحذر المتهاونين. الأخبار فيريرا ورينار الأبرز في مفاوضات الأهلي. الجمهورية مورينيو الأفريقي أبرز المرشحين للأهلي، الأهلي حائر بين البرتغالي والألماني. المسا قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي أزمة في الأهلي لاختيار الجهاز المعاون المقابل المادي وعدد المساعدين الأجانب على رأس الأولويات. الشروق الأهلي يستقر على خليفة كارترون والإعلان خلال 10 أيام. مورجان تخطينا مرحلة المفاضلة وتحديد اسم المدرب لا يرتبط بعودة الخطيب من ألمانيا. عبد الحفيظ يتوعد المقصرين بعقوبات مغلظة، 50,000 جنيه عقوبة على عاشور بسبب مباراة الوصل. روز اليوسف ترتيب الأوراق في الأهلي رجعوا الأسد. اليوم السابع الأهلي يطلب شراء تراوري المقاصة مقابل 15 مليون، والشيخ الأحمر يفاوض هداف أفريقيا مد فترة العلاج الطبيعي للخطيب، ويوسف يعتمد على قوام كارترون أمام الذئاب. نروح معاكم سريعا لتفاصيل الاخبار وهنبتدي من الاهرام اللي قالت ان اداره النادي الاهلي قالت ان الاعلان عن المدير الفني الجديد لفريق كره القدم هيكون في الايام الاولى من شهر ديسمبر بعد ما وصلت المفاوضات لمراحل متقدمه مع ثلاث مدربين تم حصر اساميهم بناء على اتصالات هاتفيه عملها كابتن محمود الخطيب عشان يتشاور مع عدد من نجوم النادي الاهلي والكره المصريه القدامى. يدير السيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكره في الوقت الحالي والمدير الرياضي للنادي ملف المدير الفني الجديد مع كابتن محمود الخطيب، ومن جهه ثانيه تلقى الفريق صدمه جديده بغياب حارس مرمى محمد الشناوي لمده 3 اسابيع. اما بالنسبه للمغربي وليد ازارو مهاجم الفريق فهيخضع لفحص طبي اخير قبل تمرين النهارده عشان يحسم موقفه من المشاركه قصاد المقاولين العرب. ازارو ادى تدريبات تاهيليه لكن لسه بيعاني من تورم في منطقه وجه القدم.
كمان الأخبار المسائي قال إن فرض كابتن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي حالة من التركيز الشديد والجدية داخل صفوف الفريق، وحضر محمد يوسف اللعيبة وقال ليهم مفيش فرصة للتهاون في المباريات اللي جاية في الدوري الممتاز، خصوصا بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية، واللي سبب طبعا غضب كبير جدا للجمهور. ركز محمد يوسف على أهمية الفوز والعودة لروح البطولات. كمان الجمهورية قالت إن الأهلي بيدرس سير ذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب، وإن النادي بيفضل المدرسة البرتغالية والألمانية، وده بسبب نجاح المدرستين مع الفريق في السابق. وقالت الجمهورية إن من أبرز المرشحين البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو حاليا والملقب بمورينيو أفريقيا. كمان روز اليوسف قالت إن المرحلة الحالية في النادي الأهلي هي مرحلة ترتيب الأوراق ووضع النقط فوق الحروف في كل حاجه، وان كابتن سيد عبد الحفيظ بيعمل جلسات دلوقتي مع اللعيبه عشان يحل كل المشاكل، وكمان عشان يحط اسس وقواعد يمشي عليها كل الفريق في المرحله الصعبه اللي جايه. قالت كمان روز يوسف ان مخاطبه اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع مليك ايفونا مهاجم النادي الاهلي السابق ولاعب فريق كونياسبور التركي الحالي. قالت ان ايفونا من افضل اللعيبه الاجانب اللي تعاقد معاهم النادي الاهلي في الفترات السابقه، واكدت ان ايفونا بالتاكيد مش يرفض عرض النادي الأهلي لأن فترة تواجده مع الفريق كانت من أفضل فتراته كلاعب كرة قدم. دلوقتي بقى هنروح معاكم ونشوف أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يختتم استعداده اليوم لمواجهة المقاولون العرب. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: عبد الحفيظ مباراة المقاولون العرب في مقدمة اهتمامات الأهلي. اليوم السابع: يوسف يرفض إجراء تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب. الموقع الرسمي لنادي الأهلي: ميران على فترتين لتجهيز المصابين في الأهلي. في الجول: تدريبات خاصة لمؤمن زكريا تحت إشراف عادل مصطفى. فيتو معلول يجري إشاعة جديدة للإطمئنان على إصابته في الضمة. البوابة سبورت: طبيب الأهلي فتحي وهاري يقتربان من العودة للتدريبات الجماعية. المصري اليوم: الكدمة العظمية تؤجل عودة محمد نجيب للتدريبات الجماعية في الأهلي. بيتو: فتحي مبروك يتحدث عن منتخب المستقبل واستراتيجية قطاع الناشئين في الأهلي. نروح معاكم لأهم التفاصيل وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لأن كابتن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكورة في النادي الأهلي حاليا قال إن في ملفات كتيرة مهمة، ولكن مباراة المقاولين العرب في مقدمة الأهداف في الوقت الحالي واللي هتشهد حالة من التركيز جوه فريق كرة القدم. قال كمان كابتن سيد عبد الحفيظ إن المقاولين العرب من الفرق المميزة وإنه قدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، وأكد كابتن سيد إن المرحلة الحالية بتتطلب تكاتف الجميع من أجل انطلاقة قوية للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز. كمان الموقع الخاص باليوم السابع قال إن كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي هيعتمد على قوام الفريق اللي لعب بشكل منتظم مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، وده خلال مواجهة المقاولين العرب المقرر ليها بكرة إن شاء الله الثلاث في الدوري المصري الممتاز، وهي أول مباراة محلية للفريق بعد صدمة خسارة بطولة أفريقيا والخروج من بطولة كاس زايد للأندية أبطال العرب. هيقود كابتن محمد يوسف الفريق في المباراة، ده طبعا باستثناء اللاعبين المصابين، ومن المقرر أن يعود شريف إكرامي لحراسة مرمى النادي الأهلي أمام الذئاب عشان يعوض غياب المصاب محمد الشناوي، وقصاده رباعي الدفاع أيمن أشرف، سعد سمير، سليف كوليباري، باسم علي، واللي بيشارك للتعويض الثنائي المصاب أحمد فتحي ومحمد هاني، وفي الوسط هيلعب الثنائي حسام عاشور وهشام محمد، وعلى الأطراف هيلعب أحمد حمودي وإسلام محارب، وهيقود الهجوم الثنائي وليد سليمان ومروان محسن، واللي هيشارك على حساب المصاب وليد أزارو.
نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان مجموعه من اللاعبين المصابين في فريق الاهلي هيؤدوا تدريباتهم العلاجيه والتاهيليه النهارده على فترتين، وده بالتنسيق ما بين الجهازين الفني والطبي. ادى اللعيبه تمرينهم النهارده الصبح، والتمرين الثاني ان شاء الله يكون الساعه 4 مساء، يعني ابتدى بقاله حوالي ساعه. وهيسعى الفريق الفني والطبي في النادي الاهلي ان هو يجهز جميع اللعيبه للمرحله المقبله، خصوصا طبعا ان الفريق بيخوض عدد كبير جدا من المباريات في وقت قصير، الى جانب رغبه الجهاز الطبي في تجهيز جميع العناصر وفقا للبرنامج اللي تم تحديده ليهم. شارك في التمرين الصباحي النهارده وليد ازارو اللي كان بيشتكي من تورم في وجه القدم، وده اللي اعاقه عن ارتداء الحذاء. موقع في الجول كمان قال ان واصل مؤمن زكريا تدريباته البدنيه لتجهيزه للعوده للمباريات من جديد مع فريق النادي الاهلي. خد مؤمن زكريا تدريبات بدنيه خاصه النهارده الصبح تحت اشراف عادل مصطفى المدرب المساعد للفريق، وبيسعى الجهاز الفني بقياده محمد يوسف ان هو يجهز اللاعب للمرحله المقبله. كمان موقع فيتو قال ان بيجري علي معلول لاعب الفريق الاول لكره القدم اشاعه جديده للاطمئنان على اصابته في العضله الضمه، وبيؤدي اللاعب برنامجه التاهيلي بشكل جيد وبيسير وفقا للجدول الزمني المحطوط ليه عشان يتعافى من الاصابه. وقال خالد محمود طبيب الفريق ان الجهاز الطبي مش مستعجل في قرار اعاده اللاعب للتدريبات الجماعيه، واكد ان في برنامج زمني خاص باجراء بعض الاشاعات واللي من شانها الاطمئنان على حاله اللاعب من فتره لاخرى عشان يقدروا يعرفوا امتى هيتم الدفع بيه بشكل تدريجي في التدريبات الجماعيه وبعدها الاعلان عن جاهزيته بشكل تام. البوابة سبورت كمان قالت ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان احمد فتحي ومحمد هاني ثنائي الفريق الاول قربوا من اعلان جاهزيتهم للعودة بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية، وقال كمان ان الثنائي بينفذ في الوقت الحالي الجزء الاخير من البرنامج التأهيلي عشان يتعافوا من الاصابة، واكد ان فرص لحقهم بمباراة بتروجيت يوم السبت اللي جاي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ممتاز قائمة. وقال كمان ان محاولات تجهيز الثنائي لمباراة بتروجيت هتكون مستمرة بقوة عشان يتم الإعلان عن جاهزيتهم في حالة إن هما خلاص كانوا جاهزين. وطبعا أحمد فتحي بيعاني من الإصابة بمزقة العضلة الأمامية تعرض ليها في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكمان بيعاني محمد هاني من الإصابة في الرباط الخارجي في مفصل الكاحل واللي تعرض ليها في لقاء الترجي التونسي في إياب بطولة أفريقيا. كمان موقع المصري اليوم قال ان خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي قال ان المدافع محمد نجيب بيعاني من كدمه عظميه في ركبته تسببت في تاخر رجوعه للتدريبات الجماعيه، وقال كمان ان محمد نجيب بيتمرن خلال الفتره اللي فاتت بشكل يومي في الملعب من خلال تدريبات الجري وبعض الوحدات البدنيه الموضوعه ليه، ولكن تعرضه للاصابه بكدمه عظميه ترتب عليها حصوله على راحه من التدريبات البدنيه، ولكن مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج العلاجي والتاهيل هيرجع ان شاء الله قريب. يذكر طبعا ان محمد نجيب اجرى جراحه في غضروف الركبه، ودي طبعا كانت السبب في ابعاده عن التدريبات الجماعيه والمباريات خلال الفتره اللي فاتت. كمان فيتو قالت ان اكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي ان جميع فرق القطاع بتسير بشكل جيد للغايه منذ بدايه الموسم وبتؤدي بشكل رائع، وهذا ما يتمثل في تواجد كل الفرق في مراكز متقدمة في البطولات اللي بيشاركوا فيها. وقال كمان ان عدد كبير من الفرق دي بتتربع على صدارة ترتيب البطولات. وعن رؤيته لمستقبل قطاع الناشئين في النادي الاهلي فقال فتحي مبروك نحن نعمل وفقا لمحورين اساسيين، المحور الاول هو تصعيد اللاعبين للفريق الاول، وده طبعا عشان نعمل اعداد لمنتخب المستقبل في النادي الاهلي من خلال اختيار افضل اللعيبة في كل المراكز، والمحور الثاني هو فوز فرق الناشئين بالبطولات واعتقد انها قادره على تحقيق ذلك. واتكلم برضو كابتن فتحي مبروك عن تصعيد عادل مصطفى مدرب فريق الناشئين مواليد 2003 للعمل في الجهاز الفني للفريق الاول، وقال ان هذا يعد بمثابه نجاح لقطاع الناشئين واثبات قوي على ان النادي الاهلي غني بابنائه وبيمتلك كفاءات جيده.
مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا. خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا ودلوقتي بينضم لنا عبر الهاتف شريف شعبان مراسل قناه نادي الاهلي المتواجد دلوقتي في استاد مختار التتش، التمرين طبعا الاخير لفريقنا قبل بطوله او قبل مباراه بكره في دور ال 16 من بطوله الدوري المصري ممتاز قصاد المقاولين العرب. مساء الخير عليك يا شريف. نور عليك شيماء، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز طبعا اعرف منك تفاصيل تدريب النهارده واخر الاستعدادات الخاصه بمباراه بكره، المباراه الاولى لينا بعد طبعا فتره كبيره من التوقف بسبب المشاركات في البطوله العربيه وبطوله افريقيا. المباراه الاولى لينا ان شاء الله بكره الساعه 7 مساء قصاد المقاولين العرب في دور ال 16، عايز اعرف منك الاستعدادات عامله ازاي؟ يمكن زي ما فضلتي وقلتي الاهلي بيستعد للمباراه الهامه بدايه المعترك المحلي الدوري العام، الاهلي حامل اللقب يسعى للحفاظ على لقبه. يمكن الاهلي تمرن في الساعه 4 عصرا، قبل بدايه التمرين كان في جلسه مع المدير الفني الكابتن محمد يوسف ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين، يمكن استمرت حوالي من 4 لـ5 دقائق اتكلموا فيها عن المرحله المقبله، عن غلق الملف الافريقي والعربي والتركيز فقط في البطوله المحليه، التركيز فقط في الحفاظ على اللقب، التركيز فقط في اسعاد الجماهير الفتره المقبله. يمكن التدريبات التاهيليه كانت مستمره على جانب من الملعب بكابتن محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، السليه، ازارو، اجاييه، يمكن التدريبات التاهيليه مستمره طبعا ان هؤلاء اللاعبين خارج هذه المباراه. يمكن كان في جلسات سريعه ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والكابتن مؤمن زكريا في الملعب، جلسه بين الكابتن محمد يوسف وهشام محمد، جلسه بين الكابتن محمد يوسف وازارو، يمكن كل ده كان في الملعب على فترات. يمكن كان في اجتماع زي ما قلت لك، كان في اجتماع بعد الاجتماع كابتن طارق سليمان اخذ الثلاث حراس شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وانفرد بيهم في اجتماع حوالي 3 دقائق وبدا تمرينات الكره وتمرينات الاطالات في الملعب. باقي اللاعبين مع الكابتن حسين عبد الدايم كان بيجروا طبعا تسخين حول الملعب، ثم الاطالات، ثم تدريبات بدنيه، ثم تقسيمات صغيره فيها الضغط على المنافس. بعد قليل هيكون اعلان القائمه، يمكن احنا منتظرين اعلان القائمه، التمرين انتهى منذ حوالي 5 دقائق فمنتظرين اعلان قائمه اللاعبين اللي هتبات في احد المعسكرات او احد الفنادق للمعسكر لاستعدادا لمباراه الاهلي والمقاولون العرب غدا في 7 مساء باذن الله. طب عايزك تطمني بقى على حاله المصابين، المفروض النهارده هيكون في اشاعه لوليد ازارو عشان نطمن طبعا عليه ونعرف ان كان هيقدر يشارك بكره في المباراه ولا لا. وليد ازارو خارج مباراه بكره، بعد مباراه بكره هيتحدد عودته، اكيد والمؤكد ان وليد ازارو هيكون جاهز للمباراه المقبله، ولكن وليد ازارو خارج مباراه بكره، خارج مباراه مارينا العرب. لكن باذن الله هيكون جاهز لمباراه بتروجيت يوم السبت اللي جاي؟ هيكون جاهز بنسبه كبيره جدا، يمكن ده تصريحات الدكتور خالد محمود، احمد فتحي ومحمد هاني هيكونوا يعني هيبداوا للتجهيز غالبا مش هيلحقوا مباراه بتروجيت. سوريا حوالي 12 يوم عشان يرجع، احمد الشناوي امامه حوالي 3 أسابيع، محمد الشناوي امامه حوالي 3 أسابيع على الرجوع. بعد ما ينتهي تدريب النهارده طبعا هيتوجه الفريق للمعسكر عشان لقاء بكره باذن الله. مظبوط، احنا في انتظار دلوقتي اعلان القائمه علشان الفريق يغادر نادي الاهلي بالجزيره متوجه الى احد الفنادق مصر الجديده المبيت في ليله المباراه. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي متواجد حاليا في تدريب النادي الاهلي المسائي على ملعب مختار التتش. ودلوقتي ميعادنا بقى مع اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم 7 35000 جنيه مكافاه الفوز للاعب المنتخب خارج الارض. سوبر كورة، اتحاد الكرة يصرف راتب شهرين ونص للجهاز الفني للمنتخب. فيتو، تعرف على سبب الأزمة بين هاني رمزي ومجلس الجبلية. الوطن سبورت، أجاري يشيد بحارس أنفي الصاعد برغم رباعية المقصة. الفجر، شوبير من الصعب تطبيق تقنية الفار.
الوطن سبورت المسابقات تدعم وجود الحكام الأجانب في الدوري، وبيراميدز يعترض على التسعيرة. الفجر الإسماعيلي يحسم مصير عصام الحضري. الشروق غدا مؤتمر بريزنتيشن واتحاد اليد لإعلان تفاصيل عقد الرعاية وتنظيم كأس العالم. بوابة الأهرام منتخب السلة يغادر لأنغولا للمشاركة في تصفية المونديال. محمد صلاح يعيد جدل السخرية من راموس بتغريدة. كورة صلاح يحصد جائزة محمد بن راشد للرياضي العربي المتميز. أعز المواعيد المتوقعة لمباراة ريفر بلايت وبوكا جونيورز، واللقاء قد يقام في الإمارات. سكاي نيوز مصادرة ممتلكات رونالدينيو بسبب ديون مليونية. ونروح معاكم لتفاصيل الأخبار، وهنبتديها من اليوم السابع اللي قال إن وافق مجلس إدارة اتحاد الكورة على اعتماد المكافآت الخاصة بمباريات المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد طلب اللاعبين في المعسكر الأخير من هاني أبو ريدة رئيس الجبلية صرف المكافآت السابقة لمباراتي آيس فاتيني، بحيث طبعا تكون مكافأة المباريات خارج الأرض ب 35,000 جنيه لكل لاعب. كمان تقرر أن تكون المكافأة داخل مصر في حالة الفوز 25,000 جنيه، وده بعد ما كانت اللائحة بتمنح اللاعب 12,000 جنيه فقط في المباراة الواحدة. كمان موقع سوبر كورة قال إن صرف اتحاد الكورة راتب شهرين ونص للجهاز الفني الوطني المكون من هاني رمزي المدرب المساعد وأحمد ناجي مدرب الحراس وإداري الفراعنة والجهاز الطبي بدءا من 15 أغسطس وقت إعلان التعيين من مجلس الجبلية، وحتى راتب أكتوبر على أن يتم صرف مستحقات الشهر الجاري في نهاية الشهر مع العاملين في الاتحاد. وفقا لمصدر مطلع فإن راتب هاني رمزي وصل ل 100,000 جنيه، بينما استقر راتب الجميع في الجهازين الفني والإداري على الرواتب المخصصة لهم تحت قيادة هكتور كوبر المدير الفني السابق، بينما أوضح المصدر الموقف النهائي للراتب الأسباني ميشيل سالجادو المدرب المساعد، حيث يحصل اللاعب السابق لريال مدريد على 5,000 دولار في المعسكر الواحد وليس شهريا، خصوصا وأن العقد المبرم ما بين الجبلية وأجيري بيؤكد في أحقية المدرب المكسيكي في استدعاء أي مدرب مساعد في المعسكرات مقابل حصوله على 5,000 دولار في المعسكر الواحد ومش بالشهر كما تردد مؤخرا. كمان موقع فيتو قال ان شهد اتحاد الكوره خلال الايام الماضيه ازمه ما بين هاني رمزي مدرب مساعد المنتخب الوطني مع مجلس الجبليه. الازمه بدات بعد اعلان مجلس الجبليه عدم ادلاء هاني رمزي باي تصريحات تلفزيونيه الا باذن من اتحاد الكوره، وجه قرار الجبليه خوفا من هجوم الجماهير على الاتحاد، خصوصا طبعا بعد تصريح هاني رمزي بان الجهاز الفني للمنتخب بقياده خافيير أجيري لن ينظر للعيبة كبار السن، في إشارة لوليد سليمان لاعب النادي الأهلي، وده طبعا اللي أدى لهجوم شرس من جماهير النادي الأهلي على هاني رمزي وعلى اتحاد الكرة. كمان اشتدت الأزمة بعد طلب هاني رمزي زيادة مرتبه من 140,000 جنيه ل 200,000 جنيه، وده اللي رفضه اتحاد الكرة. كمان الوطن سبورت قال ان اشاد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بحارس مرمى فريق انفي الصاعد محمود جاد بعد ما ظهر بمستوى كويس جدا قصاد مصر المقصه في الدوري الممتاز برغم الخساره 4-3 في الجوله 16. وقال محمد خالد غرابه عضو مجلس اداره انفي المكسب الحقيقي برغم الهزيمه محمود جاد من ناشئين انفي حارس مرمى متميز، اتكلمت امبارح مع خافيير أجيري واشاد بيه وتوقع لي مستقبل باهر. كمان الفجر قال ان اكد احمد شبير عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم انه من الصعب تطبيق تقنيه الفار في بطوله الدوري المصري في الموسم الحالي او حتى في الموسم المقبل. قال كمان شبير لن يتم تطبيق تقنيه الفار في بطوله الدوري الممتاز هذا الموسم او الموسم المقبل، نظرا لانه لا يوجد سوى 4 ملاعب فقط نستطيع من خلالها تطبيق تقنيه الفيديو، فضلا عن ان عدد الحكام في مصر لا يسمح بتطبيق التقنيه بالاضافه للتكلفه المالية. وقال كمان ان اتحاد الكورة قرر فتح استخدام حكام اجانب في الموسم الحالي نظرا للضغوطات الكبيرة.
كمان الوطن سبورت قال ان رحب عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكره بتعديل اللائحه اللي تم وضعها مؤخرا بشان طلب الانديه لاستقدام الحكام الاجانب واللي بتنص على ضروره تقدم النادي بالطلب قبل ميعاد المباراه ب10 ايام. وشدد عامر على ان هو مرحب جدا بتعديل اللائحه لان الموسم الحالي استثنائي وتقام فيه المباريات بشكل مضغوط بسبب تعديل مواعيد بطوله افريقيا. وقال كمان ان هاني بوريده رئيس اتحاد الكره فتح الباب قصاد استخدام الحكام الاجانب طالما ان النادي اللي هيطلب استخدام حكام اجانب هيسدد الرسوم المقرره وهي 25,000 دولار قيمه استخدام حكام اجانب و 15,000 دولار للحكام العرب. كمان الفجر قالت ان وافق مسؤولين الاسماعيلي على رحيل عصام الحضري بشرط اتمام التعاقد مع حارس مرمى اخر على ان يتم عقد جلسه مع حارس الفراعنه المعتزل دوليا وحسم الاسماعيلي مصير عصام الحضري حارس الفريق بعد ما طلب الرحيل وتخلف كمان عن السفر مع الفريق لمواجهه الفريق البوراندي يوم الاربعاء في ذهاب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. واكد الحضري انه تخلف عن السفر بسبب مرض والدته حال الإسماعيلي الحارس للتحقيق لكن الأخير لم يمتثل حتى الآن لهذا القرار. الشروق كمان قالت ان بينظم الاتحاد المصري لكرة اليد مؤتمر صحفي ظهر غد يوم الثلاث للاعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخي مع شركة Presentation Sports لكافة انشطة الاتحاد. كما يتم الاعلان عن حصول Presentation Sports على حقوق تنظيم كاس العالم لكرة اليد اللي بتحتضنها مصر في 2021 بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية. كمان بوابة الأهرام قالت أن بتغادر اليوم الاثنين بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفني لمعسكرها المغلق المقام حاليا في صربيا متوجهة لأنجولا لخوض المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم اللي جاية المقرر إقامتها في الصين في صيف 2019. أبو الخير ضم 14 لاعب لمعسكر صربيا هم رامي جنيدي، محمد طه، أحمد عادل، إبراهيم الجمال، هيثم كمال، عمر طارق، يوسف شوشه، احمد خلف بيبو، عمر عزب، رامي ابراهيم، انس اسامه، ابراهيم خالد، باسم الليثي، احمد مصطفى عماره. وبتقام المرحله الثالثه من التصفيات المؤهله للمونديال في الفتره ما بين 30 نوفمبر الجاري وبتستمر لحد 2 ديسمبر الجاي. نروح للاخبار العالميه وسكاي نيوز قالت برغم ما ادار من جدل بشان طريقه احتفال نجمنا المصري محمد صلاح فان النجم المصري نشر صباح يوم الاثنين صوره لاحتفاله مره ثانيه عبر حساباته الرسميه في تويتر وفيسبوك وارفق مع الصوره رمز هو ايموجي لشخص بيشبك ايده على شكل حرف. وكمان اعاد نشر صلاح للتغريده الجديده اللي هي طبعا اثارت الجدل مره ثانيه بشان الاحتفال والسخريه من راموس وحظيت بعشرات الالاف من التعليقات على الفيسبوك وعلى تويتر. كمان أس الأسبانية قالت أن بتشير التقارير إلى أن المواعيد المقترحة لمباراة ريفر بلايت ويضيف بوكا جونيورز الأرجنتيني في إياب نهائي كاس ليبرتادوريس لحد دلوقتي منحصرة ما بين 8 أو 11 أو 12 ديسمبر وده بسبب إقامة اجتماعات مجمعة للطرفين في العاصمة الأرجنتينية على مدار الأسبوع المقبل وده اللي خلى إقامة النهائي في خلال الأيام القليلة القادمة أمر مستحيل. وهيتشاور المسؤولين كمان على مكان إقامة المباراة وده في حالة استمرار رفض بوكا جونيورز لخوض اللقاء على ملعب المونيمونتال معقل ريفر بلايت ويكون الحل الأول هو إقامة اللقاء بره الأرجنتين ولكن في ملعب محايد بعيدا عن العاصمة بوينس آيرس. وممكن كمان أن المباراة دي تقام في إحدى دول المجاورة وبتبرز ما بين الخيارات أوروغواي وباراغواي وتشيلي. وكمان أشارت النسخة الأرجنتينية من قناتي فوكس الرياضية و ESPN الرياضية برضو إلى أن مباراة النهائي ممكن تكون أو ممكن تقام في الإمارات في مطلع الشهر المقبل وده لتجنب المزيد من المشاكل في حالة أن هي أقيمت جوة قارة أمريكا الجنوبية من جهة ومن جهة تانية عشان الاستعداد بشكل أفضل للفايز لمنافسات مونديال الأندية المقامة في البلد العربي.
كمان سكاي نيوز قالت حجزت السلطات البرازيلية على بعض ممتلكات أسطورة كرة القدم رونالدينيو بسبب ديون مستحقة عليه بقيمة 2 مليون دولار في وقت عثرت فيه على 7 دولار بس في حسابه. حجزت شرطة أو الشرطة على سيارتين من منزل عائلة رونالدينيو وسط مزاعم بتعرضه هو وشقيقه للملاحقة بسبب الغرامات المفروضة على جمعيته الخيرية. كمان المدعي العام البرازيلي حجز على لوحة فنية لأنري فيراردو بيملكها رونالدينيو، وكان القاضي قد أمر في وقت سابق بحجز جواز سفر رونالدينيو بعد ما تم تغريمه هو وشقيقه بتهمة البناء غير القانونية في منطقة محمية، لكن برضو رهن ممتلكاتهم لم يكن كافي لسداد الدين المتراكم على مدى 4 سنوات من النزاع القضائي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم وبقيت فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا وهنبتديها معاكم النهارده بعلي غزال لاعب المنتخب الوطني الاول واللي نشر صوره على تويتر مع مراته وبنته اثناء اجازتهم في اسوان. كمان احمد المحمدي المحترف في استون فيلا الانجليزي نشر صور على تويتر من مباراه فريقه قصاد بيرمنغهام في دوري الدرجه الاولى الانجليزي واللي انتهى بفوز استون فيلا 4-2 وكتب انه فوز رائع امبارح. كمان علي فراج لاعب الاسكواش نشر صوره ليه على تويتر مع مراته نور الطيب لاعبه الاسكواش من بطوله هونج كونج واللي احرز فيها المركز الثاني وكتب نهائيات بطوله هونج كونج المفتوحه للاسكواش اسبوع جيد اخر تعلمت منه الكثير اتطلع بالفعل للبطوله القادمه والتي ستبدا في 3 ديسمبر في مصر. كمان نشرت صفحة شركة Presentation Sports على الانستجرام صورة للطفل المريض مصطفى واللي شارك في مباراة الاتحاد مع طلائع الجيش بلعب ركلة البداية وكتبت رجل مباراة الاتحاد والجيش. كمان نروح دلوقتي للنجم الارجنتيني لينال ميسي لاعب برشلونة واللي نشر على صفحته على الانستجرام فيديو طريف لابنه، تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. Voy a ver eso. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية الأسباني على تويتر صورة لجدول ترتيب الليجا وكتبت مرة أخرى نتصدر ترتيب الليجا برغم الإصابات التي تلاحق المجموعة فهي لا تتوقف عن بذل أقصى الجهود ونريد اليوم أن نشكر أنصارنا الذين أزاروا الفريق وكانوا رائعين كما عودونا على ذلك سنتابع العمل لأن الطريق لازال طويل. كمان احتفل الارجنتيني اريك لاميلا لاعب توتنهام بالعيد او بعيد ميلاد الاول لابنه ونشر صوره معاه على انستغرام وكتب عيد ميلاد سعيد شكرا على جعلي سعيد جدا كل يوم. كمان احتفلت الصفحه الرسميه لنادي ارسنال الانجليزي على تويتر بعيد ميلاد داني وولبك لاعب الفريق ونشرت صوره ليه وكتبت نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد جدا كما نتمنى ليك الافضل دايما في تعافيك. كمان كتب الكسندر لاكازيت لاعب الجانرز على تويتر بعد الفوز امبارح على بورنموث 2-1 في الدوري الانجليزي احسنتم 3 نقط اخرى. نشر كمان هنريك مختريان لاعب ارسنال الانجليزي صوره من المباراه على تويتر وكتب كانت معركه صعبه ولكننا بالتاكيد كنا نريد الفوز. نشر كمان هكتور برلين لاعب الجانرز صوره ليه على تويتر من المباراه وكتب طائرتنا هبطت بسلام بال3 نقاط. كمان نشر انطونيو ريجر لاعب تشيلسي على تويتر صوره من مباراه توتنهام واللي انتهت بهزيمه البلوز وعلق على الخساره ليله محبطه لاعذار استحقنا او كنا نستحق هذه الهزيمه يجب ان نعمل بجد
لعدم تكرار هذا. شكرا على دعمكم. بول بوجبا كمان لاعب مانشستر يونايتد نشر صورة ليه على تويتر وكتب لا تستسلم أبدا. نشرت كمان صفحة البريمير ليج على تويتر فيديو لأسطورة الفريق السابق كانتونا، وعلقت في مثل هذا اليوم انضم الملك كانتونا لصفوف مانشستر يونايتد ومن ثم تغير تاريخ الدوري الإنجليزي للأبد. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع. لاعب برشلونة نشر صورة مع رافينيا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة أتلتيكو مدريد وكتب كن قويا يا صديقي، متأكد إنك هترجع وهتظهر شخصيتك وشجاعتك عشان ترجع قريب جدا. كمان حرص الكرواتي ماريو ماندركيتش على تهنئة منتخب كرواتيا للتنس بالفوز بجائزة ديفيس ونشر على تويتر صورة للمنتخب وكتب للتاريخ برافو يا رجالة لقد انتهت سنة رياضية رائعة بأفضل طريقة ممكنة. كمان نشر لوكو مودريتش على انستغرام صورة منتخب التنس واحنا قلناها خلاص لو شفتوها معانا. مشاهدينا هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع مرة تانية، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عاطف علاوي رئيس القسم الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، منورنا اكيد في قناه الاهلي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا عندنا كلام كتير جدا عن النادي الاهلي النهارده، واكيد الاهم هو لقاء بكره ان شاء الله، لقاء النادي الاهلي قصاد المقاولين العرب في دور ال 16 من الدوري المصري الممتاز بكره ان شاء الله على ملعب السلام الساعه 7 مساء. اللقاء ده جه بعد فتره طبعا كبيره جدا تغيب فيها النادي الاهلي عن مبارياته في الدوري المصري الممتاز بسبب المشاركات في دوري ابطال افريقيا وكمان في البطوله العربيه. بالظبط. هو طبعا يعني بدايه من الغد اعتقد ان النادي الاهلي بيبدا مرحله جديده هو مستعد ليها جيد بوجود الاداره وبوجود الجهاز الفني والجهاز الاداري للفريق الاول لكره القدم. اللي فات المفروض يعني يتنسي ويتم التركيز على الفتره اللي جايه بالكامل. الفريق لازم يسترد روح الفنيه الحمراء من جديد لان قدامه مشوار طويل من المباريات المؤجله. هو لعب لحد دلوقتي 6 مباريات صحيح، خد منها نقطتين بس، والفرق بينه وبين المتصدر ايا كان الفريق المتصدر اعتقد هو الفرق بين عدد المباريات المؤجله. لو كسبهم النادي الاهلي ولازم يكسبهم عشان يضمن ان هو يستمر في الصداره ان شاء الله ويحقق اللقب من جديد. اي نقطه ممكن تضيع من النادي الاهلي سواء تعادل او لا قدر الله خساره ممكن تاثر عليه بشكل كبير يعني. صحيح. وده ممكن النادي الاهلي ما فيش قدامه دلوقتي غير الفوز في كل المباريات المؤجله، لازم لا بديل عن الفوز. يعني المتصدر كسب عدد مباريات هو الفرق اللي المباريات المؤجله اللي ما لعبهاش النادي الاهلي. صحيح. ستة لو كسبهم هم الاثنين زي بعض بالظبط. الفرق بقى في الاهداف هو ده اللي ممكن يدي الصداره للفريق المتصدر. صحيح. فلا بد من الفوز ولا بديل عن الفوز. طيب كان في من ايام كده انتشار لخطاب مفبرك ضد النادي الاهلي من نادي الجونه، او يمكن كمان النهارده كان الخطاب ده يعني منتشر جدا على صفحات السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستغرام. كل الصفحات او كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتكلم عن هذا الخطاب المفبرك من نادي الجونه ضد النادي الاهلي، لكن رد نادي الجونه وقال او نفت اداره الجونه مسؤوليتها تماما عن اي خطابات مفبركه منسوبه لمحمد الحصري مدير عام النادي على صفحات السوشيال ميديا المختلفه خلال ال 48 ساعه اللي فاتت، واللي بتستهدف بشكل غريب زعزعة العلاقات الطيبة ما بين نادي الجونة والنادي الأهلي، وعلى رأسها طبعا الكلام اللي اتقال في هذا الخطاب. وكمان أعلن نادي الجونة في بيان رسمي لي النهاردة ان هو هيعمل او هياخد يعني اجراءات قانونيه ضد كل من يتوارد في فبركه خطابات بتحمل شعاره لحفظ طبعا حقوق نادي الجونه. وكمان اجرى مسؤول الجونه اتصالات هاتفيه بكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، وتم توضيح الامور فيما يخص بان هذا الخطاب الذي يحمل توقيع محمد الحصري مدير عام النادي غير صحيحه بالمره، وكمان ان نادي الجونه لا يملك اي ختم مثل الموجود في هذا الخطاب المزيف. في ناس كتير بقى يعني
عايزه تعمل مشاكل على الفاضي، عايزه شايفه ايه اللي بيحصل دلوقتي في الدوري المصري الممتاز. النادي الاهلي مثلا نازل بكره عنده مباراه، شويه زعزعه بقى للاستقرار، نعمل شويه مشاكل، يعني بيخلقوا ازمات ليه؟ ده صحيح. السوشيال ميديا بقى لها تاثير كبير جدا على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الاداري في الانديه كلها. ولازم طبعا يعني روح الفينال الحمراء لازم تبقى ثابته زي ما قلت قبل كده، وما ما ما تاخدش باي كلام ممكن يتقال او اي حاجات ممكن تشاع. السوشيال ميديا سهل جدا انك تمرري المعلومه والكل يصدقها، وبالتالي بتعمل زعزعه كبيره. انا اذكر زمان يعني كانت مبادئ النادي الاهلي كانت فوق كل اعتبار داخل النادي الاهلي، وده هو اللي فرض سياده واحترام النادي الاهلي على المستوى الرياضي في مصر بشكل عام. يعني انا اذكر واقعه للكابتن الوحش، شاف لاعب من لعيبه النادي الاهلي بدون ذكر اسماء داخل النادي في الجزيره لابس تيشيرت مش عليه النادي الاهلي او عليه اسم اي داعي سواء بنك او اي حاجه. يعني انا شفتها بعيني وسمعتها بودني، نده للاعب وكان نجم كبير ويعني وعنفه، انت داخل النادي الاهلي بتحترم النادي الاهلي، تلبس اي حاجه غير النادي الاهلي. فده دي روح وده الانتماء المفروض. فالمفروض النادي الاهلي او غير النادي الاهلي يستقوا المعلومات من مصادرها وما يركنوش ورا اي اشاعه تتقال في داخل السوشيال ميديا من هنا او من هنا او من هنا. وسهل جدا التزوير، طبعا سهل جدا التزوير، يعني اي حد حتى الاكونتس او الحسابات الشخصيه للعيبه في النادي الاهلي او لعيبه حتى سابقين في النادي الاهلي بنشوف ازمات ومشاكل وحوارات بالزبط. وحد مين رد على مين وكل الكلام بالزبط. ده كان مدور، مش حقيقي، مفبرك بالزبط. كله تهكير الحسابات سهل جدا وتزوير الاوراق سهل جدا، وده المفروض يبقى خارج اطار يعني اللاعب، لاعب النادي الاهلي يبقى تفكيره داخل المستطيل الاخضر صحيح. وما يمليه عليه الجهاز الفني من تعليمات وتوجيهات، وغير كده المفروض ما يستمعش في اي حد اخر. خلينا نرجع للقاء بكره، لقاء المقاولين العرب في الدور 16 من الدوري المصري ممتاز قصاد النادي الاهلي. شايف اللقاء ده السيناريو بتاعه هيمشي ازاي؟ والله السيناريو انا اعتقد ان هو هينطلق من حب اللعيبه للنادي، وده الاساس اللي ممكن يلعبوا على اساسه. هم يعلموا جيدا ان ضياع اي نقطه من المشوار اللي جاي ده خطر كبير، ممكن يضيع منهم الصداره ويضيع منهم البطوله دي مفتاح لبطولات تانية جديد، سواء في بطوله الانديه الافريقيه اللي جايه او بطوله ابطال العرب، لان كانت في ايدينا وكان نفسنا نطلع تاني لمونديال الانديه، لكن ان شاء الله تتعوض في الايام اللي جايه. فدي ده المفتاح. المفتاح ده لازم تكون له اذرعه، والاذرعه دي اعتقد يعني يعرفها الكابتن محمد يوسف كويس وهيمشي عليها، وعلى اساس لازم الثلاث نقاط تبقى في جيب النادي الاهلي بكره يعني. صحيح. طيب بالنسبه للتشكيل، هل تتوقع ان هيكون في تغيير في التشكيل، ولا كابتن محمد يوسف هيلعب بنفس التشكيل اللي كان بيلعب بيه باتريس كارتيرو؟ لا اعتقد يعني كابتن محمد يوسف اقرب للتشكيل اللي لعب بيه، لان هو كان مع كارتيرون ويعرف التشكيل كويس ويعرف اللعيبه كويس وهم عارفينه كويس وهيتفهموا هذا الوضع كويس، واي تغيير في المرحله اللي جايه دي اعتقد يعني غير محبذ. يعني غير الاصابات ازاي هتاثر على النادي الاهلي في مشواره القادم؟ طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي هيلعب 10 مباريات في 33 يوم، يعني يمكن كل 3 ايام في لقاء للنادي الاهلي. شايف الاصابات دي تاثر ازاي؟ ده بيرجع للجهاز المسؤول عن اعداد اللاعب بدنيا لمثل هذه المواقف، وطبعا بالصف الثاني الموجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعتقد انه غني بصف اول وصف ثاني لانه يقدر يلعب في كذا بطوله في وقت واحد. فالاصابات دي مش هيكون لها دور سلبي كبير، يعني المصاب ليه بديل واثنين وثلاثه في كذا مركز، والاهلي قادر على سد الثغرات دي. كابتن محمد يوسف سبق قبل كده طبعا وقاد النادي الاهلي لاخر بطوله توجنا فيها في دوري ابطال افريقيا في 2013، شايف بقى مشواره القادم كمدير فني مؤقت هيبقى عامل ازاي برضه؟ والله انا ضد حكايه مؤقت ودائم دي، لان ما فيش حد بيدوم، لان المؤقت الكابتن محمد يوسف استلم مهمه نطمح كلنا ونامل انه يكون قدها، وهو ان شاء الله قادر على ذلك، سواء يقعد فتره او فتره تطول او تقصر هو قادر على انه يمر بالنادي الاهلي في المرحله دي، واتمنى له التوفيق. طبعا هو معاه اسلحه كويسه جدا من اللعيبه في كل المراكز الموجودين، الاصابات مش هتاثر عليه، ويعلم جيدا ازاي يفتح مفاتيح الملعب كويس
اثناء 90 دقيقه بتوع المباراه، وهو قادر على انه يحقق بطوله ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، واملنا في كده يعني باذن الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. اللي احنا عارفينه المدير الفني او الكلام اللي بيتردد في الاوقات الحاليه على الجرايد وعلى صفحات السوشيال ميديا وعلى المواقع الالكترونيه في كل حته، ان المدير الفني القادم للنادي الاهلي، المدير الفني الاجنبي، هيتم الاعلان عنه في اول ديسمبر، يمكن كمان ايام. طبعا سمعنا توقعات كتير جدا من الناس، ولكن احنا كقناه النادي الاهلي كل اللي نعرفه وكل متاكدين منه ان لغايه دلوقتي لم يتم الاستقرار على المدير الفني، وكمان الاسامي المرشحة أو اللي بيتم المفاضلة ما بينهم دلوقتي موجودة بس ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب. والله وياريت يكون كده، يعني تكون هذا سر لحد ما يتم الإعلان عنه، ولكن أتمنى أن يكون المدير الفني الجديد اللي هيتم الإعلان عنه، دي أمنية شخصية، أن يكون خارج إطار الأسماء اللي احنا عرفناها. لأن أنا اللي ملاحظه الفترة الأخيرة، أنا كنت يعني خلينا أقول مش موجود في مصر الفترة الأخيرة، لكن أعلم جيدا إن كل معظم المدربين الأجانب اللي جم مصر سواء للأهلي أو للأندية الكبار التانيين جايين من دول الخليج، وما كانوش محققين نتائج كويسة، ما كانوش موفقين. فأعتقد يعني الأهلي أكبر من إنه يجيب مدرب لم يكن سوري في اللفظ يعني ما يكونش خارج، يعني زي بيقولوا خارج او سكند هاند. بس المشكله دلوقتي ان كلها اشاعات، يعني مفيش حد يقدر يحط ايده على اسم حقيقي. يعني انا شفت من ضمن الاشاعات اللي بتطلع ارسن فينجر هيجي مره النادي الاهلي، وحاطين بقى من قناه النادي الاهلي حاطين لي حتى صورتي وانا اللي بقول الكلام ده. دي كلها اشاعات ما لهاش اي علاقه بالواقع. وعشان كده قلت يا ريت يكون السر ما باقي بين الكابتن الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان دول هم اللي ادرى واعلم بمصلحه الفريق في الفتره القادمه. صحيح. مؤجلات النادي الاهلي كتير جدا، احنا زي ما قلنا النادي الاهلي هيلعب يمكن 10 مباريات خلال 33 يوم. شايف ان كان في حل تاني غير ان النادي الاهلي يتم ضغط مبارياته بالشكل ده؟ واكيد ده يكون عبء كبير جدا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني. والله هو طبعا هو يعني مباراه كل 3 ايام دي يعني في اي نادي في على ظهر الكره الارضيه كلها صعب، لكن هي كانت الظروف كده، لان الاهلي كان مشارك في اكثر من بطوله والى جانب المنتخب، يعني برضو منتخب ليه لعيبه بتروح من النادي الاهلي، بطوله انديه افريقيا وبطوله كاس زايد للانديه العربيه، كل دي بطولات الاهلي مشارك فيها. فكان يعني التاجيلات، يعني انا مش عارف اذا كان هو ده واقع وتم فرضه، لكن الاهلي يقدر يتخطى هذه المرحله باللاعبين الموجودين وبالصف الثاني اللي عنده شباب ممكن يصعدهم، ودي فرصه كبيره يعني تطلع نجومنا الجداد. شايف اتحاد الكره مثلا ممكن يقول ان هو اتفاجئ بهذا العدد المهول من المؤجلات؟ ما هو اللي مأجل. يعني اتحاد الكره هو اللي مأجل. اكيد كان ممكن يكون في حل ثاني. اكيد. دي حاجه ثانيه، يعني انا ما وصلش للاسبوع 16 من دوري ممتاز، اكبر بطوله عندي محليه في البلد، والاقي نفسي لاعب 6 مباريات من 16 مباراه. صحيح. يعني ليه التأجيل كل ده؟ صحيح. كمان الدوري المصري ممتاز في الموسم الحالي 13 شهر، سنة وشهر. شايف ده منطقي؟ برضو غير منطقي. يعني بطولة أفريقيا الجديدة، أندية أبطال أفريقيا مخلصين الشهر اللي هتبتدي. يعني المفروض، يعني احنا كنا أعتقد زمان كنا بناخد الكراسة بتاعت المدرسة في ظهرها جدول الدوري. طبعا أنتوا ما شفتوش أنتوا اللي بجد والله؟ أي والله. كان كراسه مكتوب عليها جدول الضرب، وكراسه موجوده عليها في ظهرها جدول الدوري، يعني حاجه ثابته بتوزع في المدارس. فمش احنا مش عارفين نعمل نحط نظام جدول، مش ممكن. وندري جيدا متى تبدا البطوله انديه افريقيا ومتى تنتهي، ومتى تبدا بطوله الانديه العربيه ومتى تنتهي، وبطوله الاتحاد الافريقي ومتى تنتهي. يعني الحاجات دي كلها موجوده، لو خزناها لاي كمبيوتر هيديك الجدول مظبوط، مش ممكن يعني. صحيح. طب عايزين بقى نستعين بذاكره حضرتك، الكبوات اللي مر بيها النادي الاهلي ورجع واقف تاني ورجع احسن من الاول. والله يعني خير شاهد على ذلك الكابتن محمود الخطيب. يعني انا اعتقد الكابتن الجوهري الله يرحمه كان مدرب النادي الاهلي، وفي شويه لعيبه يعني مش تمردوا نقول، يعني ما حضروش تمرين ولعب الزمالك بالصف الثاني. صحيح. لعب الصف الثاني وكسب مباراه. ادي مثل بسيط جدا. هل النادي الاهلي ما يقدرش يعمل كده؟ يعمل كده ونص. يعني كده بس الحمد لله ما فيش دلوقتي. ايوه بالظبط. يعني الجيل كله كان طاهر الشيخ وده كله، هم دول ظهروا في المباراه دي. فالصف الثاني موجود، وده لازم يكون النادي الاهلي عنده صف اول وصف ثاني وصف ثالث
وقضى على ذلك باكاديمياته ومدرسه مدرسته في التدريب واكتشاف النجوم والمواهب يعني. صحيح. نعم. عدد كبير من اعضاء اتحاد الكوره لمحوا ان في احتماليه لالغاء الدوري في الموسم الحالي، هل ده منطقي؟ هل ده ممكن يحصل؟ طبعا احنا عارفين ان في استثمارات كتير جدا في الدوري، في يعني فلوس كتير جدا تسويقيا بتدفع في الدوري المصري الممتاز، والتزامات كتيره جدا من جانب اتحاد الكوره وكمان الانديه المشاركه في الدوري، هل ممكن او منطقي ان هو ممكن يتلغي في هذا الموسم؟ لا. غير منطقي بالمره يعني. غير منطقي بالمرة. إذا كان هو تخبط في شيء يتحمل هو نتيجة التخبط، لكن يلغي دوري خلاص كان ده كان زمان. صحيح. لكن من رأي حضرتك مش شايف إن في أي حلول لضغط المباريات في الموسم الحالي؟ لا خلاص، هو اللي حصل حصل، اللي حصل حصل، اللي حصل حصل ولازم نكمل. لكن إن إحنا نلغي البطولة دي يعني ما فيش أي منطق يعني. ما نجيش دلوقتي في 2018 نقول مصر تلغي بطولة الدوري يعني، ده بطولة الدوري، ما هياش بطولة كأس مناطق ولا بطولة الدوري يعني. لو جينا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز في هذا الموسم، شايف ايه الحاجات الجديده اللي شفتها في الموسم الحالي؟ ايه المظاهر الجديده اللي شفتها في الدوري المصري الممتاز؟ انا الى الان يعني، ودي برضو نواحي ما اقدرش اتكلم فيها بشكل متشعب يعني، غياب الجمهور ده ليه اثر كبير ما كناش متعودين عليه، لان الجمهور ده ملح اي بطوله. صحيح. كنا بنقول عليه زمان اللاعب رقم 12 في الملعب، والوقت بقى رقم واحد، لان هو يعني هو له اثره الكبير على الاداء. شايف قرار اتحاد الكوره ان هم بيسمحوا او الجهات الامنيه سمحوا بدات تسمح بوجود 5000 مشجع لكل فريق، هل ده وده شيء جميل يعني؟ دي بدايه، دي بدايه نطمح انها تكون، بس تكون بس الروابط الجماهيريه الثانيه ما تعملناش اي مشكله ثانيه عشان نرجع ثاني نقول لا نرجع لساحه الصفر او لمنطقه الصفر ثاني. ما لاش لازمه، الجمهور لازم يكون موجود لان هو ده الملح، وهو وعامل كبير من 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 ادرار الموارد على الانديه وعلى اتحاد الكوره. لكن من المظاهر الجديده برضو يعني، في نجوم كتير ظهرت. اتحاد الكوره بيسعى وبيحاول، ده ما نقدرش ننكر ده، انه يبقى في نظام ويقدر يثبته، ونتمنى انه ده يتحقق. في انديه كتير جدا يعني ما كناش نسمع عنها دلوقتي بقت موجوده وبدات تنافس. صحيح. على المنافسه عامله ازاي في الدوري في الموسم الحالي؟ والله جديده، واعتقد يعني لحد ما الاهلي يخلص مباراته المؤجله ممكن نقدر بقى يعني نستشف الشكل العام بالنسبه للصداره تبقى ازاي. صحيح. طيب خلينا نروح كمان لمنتخبنا الوطني الاول، منتخبنا الوطني الاول بقياده المكسيكي خافير اجيري. شايف خافير اجيري موفق في قيادته لمنتخبنا الوطني؟ هو كمدير فني يعني ما اقدرش اقول عليه حاجه، لان المدير الفني الاجنبي لازم يكون معاه جهاز مساعد وطني، هو همزه الوصل ما بينه وبين اللعيب. المدير الفني بيجي يفرض اسلوب ومدرسته الكرويه اللي هو متعود عليها او حب يلعب بيها، لازم يوافق ما بين هذه المدرسه وما بين امكانيات اللاعبين ومهاراتهم اللي هو بيتعامل معاهم. همزه الوصل ما بين ده وبين ده الجهاز الفني المساعد اللي هو الوطني بتاعنا المصري، سواء مساعد مدرب او او من جهاز اداري او من جهاز طبي. ايوه بالظبط. ف الى الان اجيري من بعد المرحله الاخيره يعني لسه قدامه مشوار، وبعد التاهل طبعا لكاس افريقيا كويس جدا وصدرت المجموعه، ده شيء ان شاء الله يبشر بالخير يعني. اختيارات اجيري شايفها ازاي محليا وكمان للعيبه المحترفين؟ ما اعتقد ده برضو بمساعده الجهاز المساعد، لان هو يعني ما يعرفش كل لعيبه مصر، لكن هم بيساعدوه. لكن الى الان موفقه يعني، الى الان موفقه. بس احنا نرفع الضغط شويه عن محمد صلاح ويبقى كويس قوي. محليا شفت في لعيبه اتظلمت بعدم انضمامها للمعسكرات اللي فاتت للمنتخب الوطني؟ اكيد. يعني اولهم اخونا وليد يعني. صحيح، وليد سليمان. وليد سليمان طبعا يعني، ده يعني انا كلمه اقولها لله وبصراحه، انا ما شفتش لاعب مخلص ومجتهد في الملعب زي وليد. صحيح. انا بقالي كتير، مش بقالي كتير في مصر بعد ما رجعت، لكن انا ما شفتش لاعب مخلص ويعني مخلص للروح اللي بيلعب بيها، روح النادي بيلعب بيه زي وليد. كمان وليد سليمان بيعيش دلوقتي افضل فتراته مع النادي الاهلي. بالظبط بالظبط. ليه ما يتمش يعني استغلال يعني الفورمه الكويسه اللي هو فيها دي والاداء العالي اللي هو فيه ده مع المنتخب الوطني؟ ما دي حاجه سؤال يسال فيه، ما اعرفش ان كان اجيري ولا رمزي. يعني هاني رمزي يعلم جيدا مستوى وليد ومتابعه، اذا كان في خلافات شخصيه ما بين اجيري وما بين وليد سليمان، فانا مش فاهم ايه يكون سببها يعني.
يعني حتى كان المبرر في الاول احنا مش عايزين نضم لعيبه كبار في السن، احنا بنبني منتخب لعيبه تقدر تنافس في مونديال 2022. لا حكايه كبار في السن دي صوانه مشروخه معروفه وما لهاش اساس. يعني في ناس هو لاعب بيتقاس بامكانياته في ناس لعبت ال 40 في ناس لعبت ال 40 بتوع الكاميرون وبتوع ساحل العاج اسمائهم معروفه ولعبوا في كاس العالم وهو عنده 40 سنه. لكن يعني وليد وان شاء الله يتراجع عن قراره ويتم ضمه تاني للمنتخب، لانه فعلا خامه طيبه وخامه مجتهده جدا، محتاجين احنا الروح دي. شايف مين تاني اتظلم بعدم انضمامه للمنتخب؟ والله انا اللي شايفه اكتر من وليد، يعني يعني وليد يمكن اكتر واحد ظاهره طغت على السطح. يمكن اللعيبه الثانيه مش 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 حاطط ايدي عليها كويس. طيب خليني اسالك عن هكتور كوبر وعن اجاري، وشايف الاختلاف ما بينهم ازاي؟ مشكله المدير الفني الاجنبي زي ما قلت لحضرتك في لما بيجي هو بيبقى حريص جدا على انه ما يخسرش. ولكن ده بيحط المنتخب في وضع سيء. صحيح. يعني بيدافع اكتر من 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 اي شيء ممكن يلعب بيه طريقه دفاعيه. وده بيحط المنتخب في وضع مش صح. يعني كره القدم اذا جبت فيها هدف انا ممكن اجيب فيك هدفين. هي دي كده. صحيح. واللاعب اللي بيلعب بمنطق مدير فني عايزه يلعب بطريقه دفاعيه بيلعب كمدافع، حتى في المهاجم بيبقى قاعد لوحده مستني الكره تجيله، ده ما ينفعش. يعني في 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 منظومه في كره القدم بتقول ان اللاعب ينتهي دوره عندما تصل كره القدم. المدير الفني المدافع بيعكس الايه، ان اللاعب بيبدا مهمته لما تجيله الكره، ده خطا. صحيح. لان اللاعب المفروض بيتحرك في كل ارجاء الملعب لحد ما تجيله الكوره، جات له الكوره انتهى دوره هيسلمها لغيره. بس برضو ممكن نرجع ونقول ان الاداء الدفاعي او الطريقه الدفاعيه اللي كان بيستخدمها هيكتور كوبري اللي وصلتنا لكاس العالم، هي اللي ودتنا امم افريقيا وخلتنا نخرج في المركز الثاني. وعملنا ايه في كاس العالم؟ طيب عملنا ايه في كاس العالم؟ بس انا عايز ارجع لحاجه، احنا عملنا ايه في كاس العالم؟ بس احنا يعني كشعب يعني دايما سقف طموحنا بيعلى، واحنا ماشيين احنا كنا بنتمنى ان احنا ندخل كاس العالم. لا ما هو التمني شيء، التمني شيء. ده كان حلم بقاله اكتر من حاجه و30 سنه. بالظبط. يعني احنا كل كده، كل ربع قرن بنطلع مره. يعني اول مره كان 25 ولا 30 سنه، وده برضه نفس الحكايه. لكن انا اقصد كان سقف طموحنا نطلع كاس العالم. طلعنا كاس العالم، يبقى سقف طموحنا ايه؟ نطلع معانا زيرو؟ لا. احنا كنا المنتخب قبل الاخير، تقييمنا المنتخب قبل الاخير في النتائج. لازم نطور من طموحاتنا. طيب عايزين نتكلم بشكل عام بقى، مصر هتكتشف 1000 موهبه زي محمد صلاح مثلا. يا رب. المشروع ده جميل جدا. ازاي؟ ولو اتنفذ صح مش هتكتشف 1000 موهبه، هتكتشف نص مليون موهبه، انا متاكد من كده. المواهب موجوده كتير جدا جدا جدا، بس هم يجهزوا الاجهزه والافراد او العدد اللي ممكن يكتشف تلك المواهب. موجودك عندك في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات وكل شيء، في المدارس وكل شيء. ليه ما عندناش غير محمد صلاح واحد؟ ما هو انا خايف اقول بدعوات الام، يعني هنبدا ندعي كده خلاص. يعني مش ما هياش كده والله. هو عشان اجتهد واخلص فوجد ده. وجد ده بقى محمد صلاح. وطول ما هو مخلص وبيجتهد فعلا هيبقى اكبر من كده ان شاء الله. طيب انت شايف ان ده محتاج ترتيب عمل ازاي؟ يعني ازاي ان انا اعمل نجم عالمي عندي هنا في مصر؟ سهل جدا والله، ما فيها مشكله. الرياضه كانت حصه مدرسيه موجوده في المدارس، ما بقتش موجوده. طب بس ما تقولش لحضرتك ان حصه الرياضه ولا لا مش الرياضه دي لا ممكن لا تعمل مش دي حاجة. لا مش دي لا مش دي مش دي كان في دوري مدارس موجود. كان في دوري مدارس موجود، كان في دوري حواري موجود. ما هي دي الدورات الرمضانيه كانت موجوده، ما هي دي اللي بتطلع. يعني بتطلع كرة قدم وبتطلع هاند بول وبتطلع باسكت بول. أنا كنت بشوف زمان الباسكت بول دي متعلقة في الحيطان في قلب الحواري والأولاد بيلعبوا. طب ما هو ده اللي بيطلع لاعب. بس فين الكشافين بقى؟ الكشاف دلوقتي بقى عايز يبقى مدير أعمال وقاعد في بيته ويجي له تليفونات وماسك تليفونات بقى اسمه وكيل لاعبين. وكيل مش ده اللي يجيب موهبة. الموهبة إنك تروح للموهبة في مكانها. يعني أنا أعرف يعني الأكاديميات والمدارس اللي بتطلع موهوبين يعني بيخلوا الاولاد يدفعوا عشان ياخدوا الاستماره، ولو دخل تحت الاختبار بيبقوا مجموعات كده، ممكن يقعد الاختبار بتاعه تلت ساعه او 15 دقيقه الكره ما بتجيش له فبتتم ركمه، وهو موهبه. صحيح. هو موهبه لازم ياخد فرصته. دي تتم ازاي؟ دي بقى للمسؤولين عن المشروع بتاع 1000 موهبه.
ويا ريت يكون 10,000 موهبه، بلاش 1000 موهبه، 1000 موهبه كام لي 1000 موهبه؟ بس نلاقي 1000 موهبه زي لا ان شاء الله يطلعوا. خليني اسالك عن محمد صلاح وعن الحاله اللي عاملها محمد صلاح. محمد صلاح يعني رفع سقف طموح المصريين كلهم لحته ثانيه. فجأة محمد صلاح بقى من أحسن 3 لعيبة في العالم كله، اللاعب المصري اللي طلع من قرية مصرية بسيطة، صحيح. اللي كان بيلعب في المقاولين العرب، اللي كان بيعاني عشان يروح تمرينه كل يوم في المقاولين العرب ومواصلاته، يعني الموضوع كان بالزبط. صعب بالزبط. يعني الاجتهاد اللي اجتهده ده كله الحمد لله ان هو رجع له مرة تانية وخلاه لاعب عالمي وخلاه قدوة كبيرة لكل المصريين يعني بالأخص للشباب الصغيرة. أكيد. شايف الحالة دي إزاي؟ أنا شفت فيديوهات لمحمد صلاح وهو في المقاولين. اكاد اجزم انه ما يختلفش كتير عن محمد صلاح الموجود دلوقتي، هي نفس الستايل بتاع اللعب بالظبط ما شاء الله يعني، لكن الانسان اخلص، هو اخلص اجتهد يعني، يعني ما لم يصاب بالاحباط لما اترفض من نادي او اثنين او ثلاثه هنا في مصر، خد على اعتقه انه يمشي في المشوار ويحقق حلمه. ده اتحقق فعلا، ده اتحقق لانه يعني زي ما قلت لحضرتك ما احبطش. لا اي حد غيره كان احبط، وفي كتير جدا احبطوا لما راح مثلا نادي الزمالك ما خدوش، راح النادي الاهلي ما خدوش، راح النادي الاسماعيلي ما خدوش. لا مش صحيح. ما يقفش طموحه عند حتى مشواره الاحترافي ما كانش يعني من بدايته بالزبط. بالسهوله دي بالظبط. لا وبعدين يعني انسان مجمله اكتر اخلاقه وتمسكه بتعاليم دينه ومصريته يعني لحد دلوقتي يعني هو بيعشق مصر. اكيد طبعا بيعشق مصر. طيب خلينا الاول دلوقتي نروح لشريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي هيقول لنا عن القائمه المشاركه بكره في لقاء المقاولين العرب في دور ال 16 من الدوري المصري. ممتاز مساء الخير عليك. مساء النور، تحياتي من جديد شيما وللنقد الراجل الكبير طبعا استاذ عاطف علوه ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز اعرف منك القائمه المشاركه بكره ان شاء الله في اللقاء. يمكن اللي اختار كابتن محمد يوسف مدير الفني قائمه ال 20 لاعب المشاركه في مباراه الغد، يمكن اقولهم لك: في حراسه المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي، سعد سمير، كوليبالي، ايمن اشرف، صبري رحيل، حسام عاشور، ميدو جابر، وليد سليمان، صلاح محسن، مروان محسن، كريم ندفت، محمد شريف، أكرم توفيق، هشام محمد، إسلام محارب، أحمد حمودي، ناصر ماهر، باسم علي، وأحمد الشيخ. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي انضمنا دلوقتي بعد التدريب النادي الأهلي المسائي وبعد الإعلان عن القائمة اللي هتشارك إن شاء الله بكرة في لقاء المقاولين العرب في الدور 16 من الدوري المصري الممتاز. أكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا في لقاء غد الساعة 7 مساء على استاد السلام. نرجع نتكلم مع حضرتك مرة تانية عن محمد صلاح وعن حالة محمد صلاح. شفت كمان التخبطات اللي حصلت لمحمد صلاح في الفترة اللي فاتت مع اتحاد الكرة ازاي؟ هي تخبطات ذو شقين. يعني اذا كان محمد صلاح يتحمل منها جزء فهو جزء بسيط جدا، ولكن مش بالقدر اللي يتحمل اتحاد الكرة. لكن على العموم احنا بنتمنى طبعا ان الخلافات دي تكون ذابت، واعتقد هي خلاص طريقها للذوبان. احنا قلنا بنتكلم في اول حلقه عن السوشيال ميديا وتاثيرها. لا شك ان كانت اي تويتر بيعملها كابتن محمد صلاح على حسابه كان بيبقى لها اثر اكيد، وبيتم تاولها باكثر من جانب. فده كان بيتاخد طبعا وبيتنقل بشكل مغاير. لما الكلمه بتقل من واحد تروح للثاني للثالث للرابع، لما توصل لاتحاد الكوره يبقى 1000 واحد نقلها، فممكن كان بيلاقيها رد فعل عكسي. لكن الامور لما بتبقى مباشره بتبقى اوضح واحسن. الخلافات اللي فاتت كان برضو ليها جانب كبير من وكيل اعمال الكابتن صلاح. ما كانش يعرف الـ يعني او القماشه اللي كانت تربط ما بين محمد وبلده واتحاد الكوره بمحمد. هو كان بيتعامل بمنطق ان هو وكيل اعمال، واللي يهمه مهم ومصلحته وكيله، بيتعامل باحترافيه احنا متعودين عليها. بالظبط بالظبط. ما عندوش هو الروح الثانيه، روح الحب والانتماء والحاجات دي، فدي يمكن تكون برضو سابت اثر عن اتحاد الكوره، ولكن ان شاء الله كلها في طريقها الى الزوال. اكيد ان شاء الله. عايزين برضو نتكلم مع حضرتك عن الدوريات الخليجيه وبالاخص الدوري السعودي. حضرتك كنت قريب من الدوري السعودي، ازاي البطوله دي تطورت عشان توصل للشكل الحالي؟ هو ده اللي عايزين بقى نتكلم عنه. هم يعني حتى مش الدوري السعودي، الدوري السعودي ودوري الامارات هم كانوا اقوى. أكيد. اقوى دوريين في المنطقه عندهم في الخليج. هم اعتقد ان هم ابتدوا من حيث ما انتهى اليه الاخرون. يعني شافوا
ايه اللي ممكن يتطبق عندهم، واخر حاجه ممكن اتعملت هم بداوا من بعديها. طبعا الموارد الماليه دي مهمه جدا، مهمه أكيد. جدا 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 اكيد، ودي مع المسؤولين عن الرياضه في المملكه ما فيش فيها اي نواحي سلبيه. يعني انا حاسس ان هو ماشي مع مفتاح خزنه وماشي عمال هو في كل الاتجاهات. يعني هو مش قدم بس، لكن نتكلم عن كره القدم بس، الدوري السعودي وفتحوا لعدد اللاعبين الاجانب اللي ممكن اي فريق مسموح ليهم في الدوري الممتاز اللي هو دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين يستقدموا، مش موجود في اي دوري ثاني، لدرجه ان هو ساب ثلاثه بس محليين لل. طب شايف ان ده حاجه سلبيه ولا ايجابيه؟ لا، انا شايفها سلبيه على المنتخب، طبعا على المنتخب الوطني طبعا، على اي منتخب، بس هو شايفها مرحله مش هتبقى مستمره، مرحله انتقاليه عشان تدي الحافز للاعب الوطني يثبت نفسه. انت لو ما لعبتش في ثمانيه غيرك هيلعبوا، ثمانيه لكل واربعه موجود في الدوري الاولى برضه، يعني اربع محترفين، فده ده 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 عدد كبير جدا من اللعيبه المحترفين. ده بيدي لكل نادي الحافز انه يقدم ويعمل، وبعدين الى جانب السبونسرز هناك يعني الرعاه، طبعا الرعاه هناك يعني بيضخوا الاموال بشكل مبالغ فيه للانديه باستقطاب لاعبين، معسكرات تدريب، مكافئات وتحفيز المكافئات. يعني اللاعب اذا كان بياخد راتب في الشهر، هو تلاقيه بياخد اخر الشهر لو حقق فوز واثنين بياخد اربع خمس رواتب في الشهر. ده حافز، ده حافز طبعا طبعا، الى جانب الحزم في ايه؟ في المواعيد. صحيح، الحزم في المواعيد، حزم في المواعيد داخل النادي وبالتالي داخل اتحاد الكوره. اتحاد الكوره عنده جدول ثابت مش ممكن يحصل فيه اي تغيير الا بموافقه الناديين، وبعدين يوافق عليه اتحاد الكوره، ودي بتتم في حاجات لانه عندهم برضه مواعيدهم ثابته. هم يكون عندهم بطوله زياده عننا، عندهم بطوله الانديه الخليجيه احنا عندنا، ومع ذلك ما فيش تاجيلات زي عندنا. بس فكره ان احنا يكون عندنا عدد كبير جدا من الافارقه او من الاجانب داخل كل فريق، ده اكيد هياثر سلبا بطريقه كبيره جدا أنا على المنتخب، حتى لو فعلا ده كان حافز، بس انا مش شايفه ان ده هيكون حافز. لا، انا شايفها فتره انتقاليه، مش اكتر ولا اقل، مش هتستمر، لان هو عنده منتخب لازم ينميه، والمنتخب هو ما بيبصش للعيبه اللي موجودين دلوقتي في الانديه. يعني المسؤولين عن المنتخب السعودي ما بيبصوش دلوقتي للعيبه اللي موجوده في الانديه الجيل ده، لا هو بيربي جيل تاني موجود، عندهم شباب تحت 20، شباب تحت 19، شباب تحت 18، عندهم بطولات كتير جدا في فئات سنيه. صحيح. هم دول اللي بيحطوهم نواه المنتخب الاول، لكن دول عشان يدوا شكل بطولة الدوري القائمة الآن. يعني طب ده ياخدنا للكلام عن الناشئين وعن قطاع الناشئين في كل الأندية، اللي أكيد بتطلع الجيل الجديد للفرق الأولى وأكيد لمنتخبنا الوطني الأول. النهارده كان عندنا تصريح من كابتن فتحي مبروك بيتكلم فيه عن أهمية الناشئين وفرق الناشئين، وقد إيه فرق الناشئين كمان في النادي الأهلي بالأخص بتقدم مستويات كويسة جدا ومتقدمة جدا حتى في المراكز اللي بتنافس فيها. صح. في البطولات اللي بتنافس فيها. صح. كابتن فتحي مبروك طبعا يعني غني عن التعريف، الحقيقه عركته وهو عاركها في كره القدم في النادي الاهلي، وهو ادرى واكثر قربا من انه يخلق جيل من الناشئين يسلم الرايه للشباب والشباب يسلم للفريق الاول. فاعتقد ان هو يعني بعينه الكرويه الخبيره يقدر ينتقي مجموعه الناشئين اللي تقدر تبقى نواه جيده للفرق الفئات السنيه التاليه في النادي الاهلي. صحيح. استاذ عاطف عليوه، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك مره ثانيه. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين كلامنا مع أستاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، منورنا مرة تانية. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. كنا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز، وطبعا حضرتك أكيد متابع الدوري المصري الممتاز وشايف قد إيه في مشاكل وكوارث تحكيمية. الكوارث التحكيمية دي أدت إن خلاص الأندية بقت بتبتدي تطلب طاقم تحكيم أجنبي، فبالتالي اتحاد الكورة قال اللي عايز طاقم تحكيم أجنبي لازم يكلمنا قبليها ب10 أيام، يخطرنا بطلبه طاقم تحكيم أجنبي. طاقم التحكيم الأجنبي سعره 25,000 دولار، ولو طاقم التحكيم ده عربي ف 15,000 دولار. والله الحكام دي قضية مش عارفة تنتهي إمتى ولا هتخلص إزاي. اللاعب كرة القدم لو فضل لاعب كرة قدم مش هنحتاج الفلوس دي كلها تدفع، لأن احنا عندنا حكام طلعوا برا وكانوا على مستوى عالمي. صحيح.
فاحنا ممكن نعمل بدل الحكم اكثر من واحد يعني. في 25000 دولار دول لو اتعمل بيهم اي يعني لو جبنا سي مثلا لو جبنا 10 مدربين في السنه يعني بدون 50000 دولار صح؟ دول ما يتعملوش من دورات تحكيميه زي ما احنا بنعمل على 1000 ناشئ و1000 موهبه ناشئه ما نطلعش 100 حكم 100 حكم على مستوى دولي صحيح يعني يحصل. لكن احنا اتعلمنا او تعودنا كعرب ان نسمع كلمه الاجنبي ما نسمعش كلمه اللي زي يعني. انا ممكن ارد على حكم مصري واقول له لا ازاي وحاجات لكن الحكم الاجنبي بيصفر اسمع كلمته الاعتراض ممنوع. طب ما احنا نتعود ما نعترضش على الحكم. حضرتك شايف ان الفرق بين الحكم الاجنبي والحكم المصري الشخصيه؟ طبعا احترام اللاعب للشخصيه مش اكتر من كده يعني هي مجرد ان لاعب بيحترم واحد ما يعرفوش. شايف اللاعب المصري بيقدم احترام اكبر للحكم الاجنبي؟ اكيد اكيد لان ما بشوفش اي هل ما في هل في حكام اجانب ما يخطئوش؟ لا بيخطئوا معظمهم واخطائهم كوارثيه. بس احنا برضه عندنا اخطاء كارثيه حصلت في الموسم الحالي. الاخطاء موجوده وعمرها ما تنتهي. طب تقنيه الفار هل دي ممكن يعني تساعد من الحد من هذه الاخطاء؟ لو استخدمت صح. لو استخدمت صح. لكن انا برضه هي المشكله في الـ في الـ في الاخوه اللي موجودين داخل الغرفه. يعني هما بيقولوا ايه او بيعملوا ايه؟ ما دي حاجه ثانيه برضه. القرار الاخير صح للحكم. لكن هم اصلا بيعرضوا ايه او بيشوفوا ايه او حقيقي. الكلام اللي بينهم بيتم ازاي؟ حتى بالزبط. كمان اتحاد الكوره طلع وصرح وقال انا ما عنديش امكانيه لاني اجيب التقنيه دي تقنيه الفار في الموسم الحالي وكمان ولا حتى في الموسم اللي جاي. وبعدين برضو يعني بصراحه قللت من متعه كره القدم. يعني القرار كان قرار بيتاخد مع صافره تنطلق. لكن انا استنى حكم يروح يشوف لي يشوف لقطه بنعرضها له على شاشه ويستنى مره واثنين وثلاثه ويضيع من الوقت 10 15 20 ثانيه تبقاش كره قدم زي سينما. احنا بنعمل مونتاج لحاجه وبنرجع تاني نقول قرارنا يعني. صحيح. لا لا الحكم قراره قرار خطا او صح لازم يتاخد. بس برضو هنرجع ونقول اكيد دي بتحد شويه من الاخطاء الكارثيه. يمكن كمان يعني حكم ممكن يحتسب قرار يضيع بيه فرقه مثلا او موجود فرقه بقى لها سنه معاه اثنين معاه اثنين لاين منه معاه مراقب. طب ما احنا يعني ما كان في اثنين لاين وكان في كل حاجه في بالظبط. ما هو ده اللي بقوله ما كانش في اي ومع برضه التقنيه دي برضه بتحصل اخطاء يعني مش برضه كل قرار بيتاخد مع التقنيه دي بيبقى صح. لان بتدخل فيها حاجات ثانيه يعني بلاش نفتح بلاش نفتح. فحضرتك شايف حتى ان تقنيه الفار حتى لو هيتم استخدامها في مصر لحد من الكوارث والمشاكل التحكيميه والله هي ممكن لازم يتم استخدامها بالزبط. بعد ما يكون في دورات تدريبيه كبيره للحكام المصريين عشان يقدروا يستخدموها بطريقه صح. بالظبط ده المفروض. لان يعني انا ده يعني نضرب مثل بسيط يعني زي اللي بيغش في امتحان لو هو مش مذاكر كويس مش هيغش صح. صح صح. لو مذاكر كويس جدا هيغش كويس. فاذا ما كانش هو متدرب على التقنيه دي صح مش هيدي المعلومه صح او مش هيدي القرار صح او مش هيبلغ المعلومه صح. لازم يتدرب عليها كويس جدا ويعرف يستخدمها ازاي عشان تبقى ليها قرار صح يعني. صحيح. بعد خروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا ومن البطوله العربيه كان في طبعا قرارات باعاده هيكله قطاع الكوره في النادي الاهلي ككل، وكان طبعا اهم القرارات دي او اولها اقاله باتريس كارتيرون ومايكل ليندمان وتعيين كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره وكمسؤول عن ملف اعاده هيكله هذا القطاع كله. شايف الخطوات دي اتخذت في الوقت الصحيح؟ والله اعتقد صح وقرارات سليمه في وقتها المظبوط. لان يعني كان لازم يتم حاجه زي غربله كده للي كان بيحصل. والاهم من ده ان هم يبعدوا الواجهه اللي هي كره القدم عن لعيبه الفريق الاول عن الاحداث دي تماما. لكن اللي تم اختيارهم دول ابناء مخلصين للنادي الاهلي كل يعلمهم جيدا ومعروف مجهودهم مع النادي ومستوى شغلهم. الفتره اللي جايه لازم كل يشتغل بروح الفنان الحمراء لان النادي محتاج ده. النادي محتاج ده من الكابتن الخطيب وطبعا ده لا نزكيه على احد الى اي حد موجود في قلب النادي بيعمل في مكان ما في قلب النادي. صحيح. لازم ترجع روح فين الحمراء ثاني. كابتن محمود الخطيب ان شاء الله ربنا يرجعه لنا مصر بالسلامه. اتكلم عن الموضوع ده وقال انا في اي حال من الاحوال سواء كنا كسبنا دوري ابطال افريقيا وكمان في البطوله العربيه او لا انا كان لازم اخد القرارات دي باعاده الهيكله في قطاع كره القدم. كابتن الخطيب كاداري يعني ان شاء الله نتمنى له الخير
لأن هو أعتقد هو تلقى صدمات كتير. صحيح. هو قادر على تحملها والخروج منها بنجاح إن شاء الله، زي ما تلقى صدمات كتير وهو لاعب كرة قدم. كابتن خطيب أنا كنت بروح له البيت بعد ما بيطلع من ماتش وهو متعمم متعور، وكان بيتحمل أو رجليه ورمة، فزي ما هو تحمل وهو لاعب بيقدر يتحمل وهو على رأس القلعة الحمراء يعني. أكيد إن شاء الله. طيب لو هنتكلم كمان عن التدعيمات القادمة في يناير، سمعنا بقى اجتهادات كتير جدا من الناس في الفترة اللي فاتت، ولعيبة وأسامي لعيبة وجايين منين وصفقة بكام، كل دي اجتهادات محدش أكدها لحد دلوقتي جوه النادي الأهلي. شايف النادي الأهلي محتاج التدعيم في أنهي مراكز أكتر؟ هو التدعيم أنا شايف إن جهة الهجوم في النادي بقت شوية محتاجة دعم. الفجوات اللي بتحصل ما بين خطوط الفريق برضو محتاج اللي يقدر يسد هذه الفجوات، اللاعب اللي هو اللي بيتحرك كتير في الملعب ده كان موجود عندنا زمان طبعا، اسماء كبيره جدا تقدر تعمل بالموجود ده، لكن دلوقتي انت محتاجه حراس المرمى اعتقد يعني الموجودين فيهم الخير والبركه. صحيح. الدفاع كويس جدا برضو. هي مشكله بس الربط بين الخطوط، لان انت احيانا بتلاقي ما فيش ترابط. صحيح. مفيش ترابط، هو انت محتاج اللي يربط بين الخطوط دي. بس ما بين السنترات اللي هاف الوسط الهجوم، هي دي اللي تربط من الحاجات دي. صحيح. استاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط نورتنا النهارده في كلام في الميديا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا جدا على وجودك معانا، شكرا لحسن متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي بكره. هتكون في لقاء طبعا، هيكون في مباراه هامه للنادي الاهلي الساعه 7 مساء على استاد السلام، هيكون اكيد في ملعب الاهلي كمان معاكم بكره ان شاء الله لتغطيه هذا اللقاء الهام في الجوله 16 من الدوري المصري الممتاز. انا اشوفكم باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 5 مساء على قناه النادي الاهلي في برنامج كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.